الالفاظ اللي هو نفس السؤال اللي انا سالته لك، بس لانه الحقيقه هتلاقي فيه لو بتتابعي سواء في بعض الانتقادات هتلاقي فيه انتقادات توجه من هذه الزاويه، ان انا ليه استخدم الالفاظ اللي بتستخدمها هذه الشخصيات واقول اصله الشخصيات بتستخدم هذه الالفاظ، لكن ده هيتعامل معه البعض على انه لا يتناسب مع القيم ومع الشاشه، يعني في بعض الالفاظ كانت قاسيه الى حد ما. يعني لو هنتكلم مثلا على المشهد بتاع الخناقه ده، تمام، هو السكريبت ما فيهوش الفاظ او حاجات، احيانا بص بيحصل ارتجال في حالة عنف وفي حالة حاجات وكده بتاع، يعني في ناس كتير قوي بتشتم مثلا بعض الممثلين في وقت الخناق، يعني انا حضرت كذا حاجة، فهو بيشتم من كتر ما هو متعايش في الدور، يعني فاهم، لانه الشخصية بتتحدث بهذه اللغة، الشخصية بتتحدث بهذه اللغة، لكن هو مش يعني هو ما كانش المفروض يقول الكلمة دي بس قالها طلعت منه، فاهم قصدي، بتبقى رد انفعالي، يعني بتبقى حاجة سبونتينيوس كده بتيجي، مش ده خناقة، فاهم، لو هتعاتبني مثلا حوار بكلمك انا وانت وقاعدين بهدوء كده ومفيش اي ضغوط، فهنا يعني هنا اقول دق كلماتك، احيانا هي بتفلت حقيقي، احيانا بتفلت بتبقى غصب عن الواحد، وفي حاجات ما ينفعش تشيلها حتى في الفيلم، يعني كفنيا بيبقى غلط ان هو بيتكلم فالصوت هيتشال، هيبان القطع، هيبان القطع، وما ينفعش نقول تيت لا في الدراما مش هينفع، في الدراما مش احنا عندنا بنعملها عندنا في البرامج التلفزيونيه بالظبط، يعني لما حد يقول حاجه تي طويله يعني، لكن في الدراما التلفزيونيه بتبقى يعني بتبقى صعب، فهي بتبقى لحظات ارتجاليه، لحظات كده، يعني هنا المشهد بالشكل ده الممثل او الممثله ترتجل، زي ما انا ما قصدتش كمان اضرب احمد داوود ال 100 قلم اللي انا انا ضربته فيهم، يعني كل ده انفعال في المشهد، هو انفعال في المشهد، جه على كده هو يقول لي كلمه انا اضربه، يعني انا اضربه من هنا، هو يعني فاهم، فهي كامله الحقيقه ما قالتش ستوب للنهايه، فما دام المخرج ما قالش ستوب احنا مكملين بقى، فبنكمل زي الصراع، يعني اسمه ايه، مصارعه كده، كان شبه المصارعه شويه، طبعا المشهد الانفعال المتبادل، وزي ما انت بتقولي اداؤه بينعكس على ادائي، فالانفعال بالزبط. المتبادل بالزبط. فهنا مش هينفع لو في كلمه قالها هو، وهي الحقيقه الكلمه الخادشه للحياه اللي البعض ماسك بالزبط. فيها بالظبط، ما هو ماسك فيها، ما هو بعديها اتضرب، ما حدش خد باله من ال 30 قلم اللي هو اتضرب، عقابا له على الكلمه دي، عقابا له على الكلمه يعني وعايز اقول لك يمكن هو لو ما قالش الكلمه دي ما كنتش ضربته كم الالمه دي، يعني احمد ضرب ضرب، يعني بجد احمد سامحني ما كانش قصدي، بس هي هو تمثيل انفعالي يعني بيبقى، والمشاهد دي لو ما اتعملتش بالغل ده وبالقسوه دي ما هم مش هتصدقوني، حضرتك اول واحد هتجيبني على الكرسي ده وهتقولي يعني اللي ما صدقتكيش، والاداء كان جافا وبارداً فهي كلها حاجه مع حاجه بتعمل المشاهد اللي فيها الصدق ده. يعني طبعا الاجتزاء تاني بقول ان احنا ناخد جمله لكن البعض طبعا بياخدها في سياق الكلمات الخادشه للحياه وبتدخل البيوت وكان يمكن انه يشيلوها. في حاجات كتير قوي يا استاذ وائل بتدخل البيوت، يعني مش مستنيين مسلسل سجن النساء يعني عشان لو حد عايز يدخل بيته اي حاجه، احنا في عالم الانترنت يعني مش يعني انا ببص اصل الموضوع من ناحيه فنيه قوي، مش ببص لها اصل احنا مش في مدرسه يعني، وبعدين دول مجرمين في الاخر وخدوا اعقابهم ودخلوا السجن يعني فخلاص. وبالتالي يعني احنا ما بنقولش للناس لا قلدوهم ولا، احنا مش بنقول للناس قلدوهم، بالعكس احنا بنقول للناس ان ده غلط وده مش هيأدي ولا لحاجه كويسه خالص يعني، والاجرام لازم يتحاسب والمجرم لازم يتحاسب في الاخر، يعني مش بنقول ده صح خالص يعني.